السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض منهج الصف الخامس الابتدائي كونكت 5 الترم الاول 2024. بنكمل يونت 5 الوحده الخامسه بعنوان جوبس وي دو، الوظائف التي نقوم بها. خدنا الدرس الاول من الوحده الخامسه، والنهارده هناخد ليسون 2 الدرس الثاني بيج 185 صفحه 185. صفحه 185 من كتاب المعاصر كليل ساينس. النهارده هنتكلم عن العلوم في دمج للمواد المختلفة في اللغة الإنجليزية. كليل دي معناها دمج المواد المختلفة في اللغة الإنجليزية. بندرس علوم في الإنجليش، بندرس رياضيات في الإنجليش، بندرس دراسات سواء تاريخ أو جغرافيا في الإنجليش. والنهارده هنتكلم عن ساينس العلوم، ثم لانجويج فوكس، وقاعدة من القواعد البسيطة جدا. نبدأ مع بعض. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. فوكابلري، الكلمات. كيف فوكابلري؟ كلمات مفتاحية. living things، living things، living things، كائنات حية. ecosystem، هنا ايكو بمعنى بيئي، وسيستم نظام. ecosystem نظام بيئي. ecosystem، ecosystem. marine، 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 بحري. non living things، non living things، أشياء غير حية. non living things. rock ball، rock ball، rock ball، بركة مياه صخرية. rock ball، rock ball. seaweed، 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 أعشاب بحرية. extra vocabulary، كلمات إضافية. connection، 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 علاقة أو تواصل. crab، 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 سلطعون البحر أو كابوريا. crab. alive، 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 على قيد الحياة. fresh water، fresh water، fresh water، مياه عذبة. university، 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 جامعة. menu، menu، لما بدخل المطعم فبطلب المنيو، ومنيو دي قائمة الطعام فيها أنواع المأكولات والمشروبات الموجودة في المطعم. menu، menu، menu. natural world، natural world، natural world، عالم طبيعي. restaurant manager، restaurant manager، restaurant manager، مدير مطعم. rock، 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 صخرة. sharp، 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 حاد. rainforest، 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 غابة مطيرة. rainforest. sunlight، 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 ضوء الشمس. boss، 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 مدير. hippo، 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 يعني فرس النهر. زي ما تعودنا قلنا الأفعال نوعين، regular منتظمة، والregular غير منتظمة أو شاذة. المنتظمة عشان أحولها من مضارع لماضي بحط لها مقطع ثابت. survive، survived، هنا دي ليه مستر دي عشان الفعل آخره إيه. tidy up، tidied up، هنا حولنا الواي لآي إي دي عشان الواي قبلها حرف ساكن، والقاعدة بتقول لو الواي قبلها حرف ساكن تحول إلى آي إي دي. check، checked، هنا إي دي. prepare، prepared، هنا دي بس عشان آخرها إيه. يبقى المضارع عشان أحوله الماضي لو كان منتظم بحط له مقطع ثابت. طب الشاذ بيتغير شكله. forget، forgot، forget، forgot. drive، drove، drive، drove، drive، drove. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. connected، 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 متصل أو ذو صلة. connected بيجي قبلها verb to be، يعني مثلا إيه بيجي قبلها am أو is أو are في المضارع، أو was أو were في الماضي، ثم connected. work together to، work together to، يعملون معا لكي. on earth، on earth، on earth، على كوكب الأرض. such as، such as، يعني مثل. such as. study these definitions، ادرس تلك التعريفات. عندنا الword والdefinition، الكلمة وتعريفها. non-living، يعني non-living، يعني something that isn't alive، يعني شيء ليس على قيد الحياة. ecosystem، نظام بيئي. يا إما أقول the connection between، العلاقة بين living and non-living things، الكائنات الحية والكائنات الغير حية. أو all the animals، كل الحيوانات. plants، النباتات. rocks، الصخور، etc. إلى آخره. إنا بلس في مكان، يبقى النظام البيئي كل الحيوانات أو النباتات،
أو الصخور اللي موجودة في مكان واحد. هنا بيقولي the river Nile، نهر النيل، is the most important source، أهم مصدر of fresh water، للماء العذب in Egypt، في مصر. أكيد طبعا النهر النيل مهم جدا. A lot of plants، الكثير من النباتات and the animals، والحيوانات live near or in the river، بتعيش بالقرب من أو في النهر. Page 186، صفحة 186. نكمل التعريفات. Rock pool، rock pool، rock pool، a small area، منطقة صغيرة، of water، من الماء، with rocks، فيها صخور، crabs، سلطعون البحر، seaweed، والأعشاب البحرية، etc. إلخ. living، living، something that is alive، شيء على قيد الحياة. يبقى الكلمة قصادها تعريف، فأنا بفهم الكلمة بالتعريف وأحفظ التعريف كويس، أو لو الموضوع صعب أحفظ كلمة من التعريف تفهمني إيه الكلمة، عشان بيجيلي في الامتحان اختيارات بيجيب لي something that is alive، يبقى اختار living. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. نقط، things can grow، يبقى إيه living things، الكائنات الحية ممكن تنمو، non living غير حية، لا طبعا لا تنمو، dead يعني ميت، cold بارد، ما ينفعش. أنات إذا سي أنيمال، حيوان بحري، يبقى كراب، سلطعون البحر. we get not from the river Nile، بنجيب إيه من نهر النيل، fresh water، ماء عذبة. plants need not and water to make food، النباتات بتحتاج إيه والماء عشان تعمل الطعام، النباتات بتحتاج sunlight، ضوء الشمس، والمية عشان تكون طعام، عشان تكون طعام. listening and reading، استماع وقراءة. are all ecosystems the same، يعني هل كل النظم البيئية متشابهة؟ طب تعال نشوف. look، read and learn، انظر اقرأ وتعلم. what is an ecosystem، ايه هو النظام البيئي؟ هنا جايب لي مجموعة من الصور، a marine ecosystem، نظام بيئي بحري، هنا قاع بحر وجايب لي الكائنات الحية، a desert ecosystem، نظام بيئي صحراوي في الصحراء، a fresh water ecosystem، نظام بيئي في الماء العذب، a rock pool ecosystem، a rock pool ecosystem، نظام بيئي لبركة ماء صخرية. طب تعالى نقرا كده. everything، كل شيء، in the natural world، في العالم الطبيعي، is connected، متصل، this connection، العلاقة between living and non-living things، بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية، is called، تسمى an ecosystem، نظام بيئي. ecosystems، الأنظمة البيئية، can be small، ممكن تبقى صغيرة، like، مثل. page 187، صفحة 187. زي ايه الأنظمة البيئية الصغيرة؟ نكمل القطعة. a rock pool، زي بركة ماء صخرية. or they can be very big، أو ممكن تبقى كبيرة جدا، like the Amazon rainforest، زي غابة الأمازون. the living things، الكائنات الحية، in a rock pool، في بركة الماء الصخرية، are fish، سمك، crabs، سلطعون البحر أو كابوريا، and seaweed، والأعشاب البحرية. the non-living things are rocks، طب والكائنات الغير حية اللي موجودة في بركة الماء الصخرية في غابات الأمازون مثلا، are rocks، صخور، water، ماء، sand، رمل، and sunlight، وضوء الشمس. all these things، كل هذه الأشياء، work together، تعمل معا، to make an ecosystem، عشان تكون نظام بيئي. there are lots of، يوجد الكثير من، different ecosystems، الأنظمة البيئية المختلفة، on earth، على الكرة الأرضية أو على كوكب الأرض. هنا جايب لي language focus، قاعدة سهلة وبسيطة وخدناها قبل كده كتير، بيكلمني على the present simple tense، زمن المضارع البسيط. أول ما أقول زمن المضارع البسيط نفتكر على طول ضمائر الفاعل I، we، you، وزي، في دايرة كده مع بعض، he، وشي، وات، في دايرة تانية، I أنا، we إحنا، you أنت أو أنتي أو أنتم، زي هما أو إيه أو هن، للعاقل والغير عاقل الجمع، I we و they، يأتي الفعل سادة، يعني إيه؟ يعني بدون إضافات، أو I believe،
وي بلاي يو بلاي زي بلاي. طيب هيوشيو ات ياتي الفعل زياده، يعني ايه يا مستر؟ يعني بحط له اس او اي اس او اي اي اس على حسب الفعل. طبعا كل الافعال بحط لها اس ما عدا، يعني مثلا اقول arrives يعني يصل، هنا حطيت لها اس. طب امتى بحط اي اس؟ لو الفعل انتهى باحد الاضافات السي اتش او الاس اتش او الاو او الاكس او الاس اس، يبقى الاس مع كل الافعال ما عدا مثلا لو فعل انتهى مثلا باس اتش زي ووش احط له اي اس. اوكي، طب امتى بحط الاي اي اس؟ لو واي قبليه حرف ساكن، يعني ايه؟ كاري يعني يحمل، هنا واي قبليه حرف ساكن بشيل الواي واحط اي اي اس كاريز. يبقى نرجع تاني لموضوعنا، اي وي وزي الفعل ساده بدون اضافات، هي وشي وات الفعل زياده مضاف له اس او اي اس او اي اس، اس مع كل الافعال، اي اس لو الفعل انتهى باضافات معينه، اي اس لو الفعل واي قبليه حرف ساكن. طب تعالى كده نشوف مع بعض، ادي المضارع البسيط. اول حاجه جايب لي يوسج الاستخدام، يستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن عادات او احداث متكرره او حقائق. بكلم عن عاده، انا بشرب اللبن كل يوم، بروح المدرسه كل يوم، او حقيقه انا بعيش في اسكندريه، او احداث متكرره. فورميشن التكوين، affirmative statements الجمل المثبته، اي وي وزي او اي اسم جمع الفعل ساده زي I want to be a doctor عايز أكون مدرس، أو I want to be a teacher عايز أكون مدرس. We play tennis after school بنلعب تنس بعد المدرسة، يبقى هنا الفعل سادة. طيب مع هي وشي وإت الفعل مضاف له إس أو إي إس أو أي إي إس كي أو. امتى بحط اس مع معظم الافعال؟ طب امتى بحط اس؟ لو الفعل انتهى باس اتش او سي اتش او اس اس او 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 اكس. طب امتى بحط اي اس؟ لو واي قبليه ساكن. طب ازاي ايه يا مستر؟ هنا فلاي كان اصلها فلاي، انا عايز احط مع هي وشي وات الفعل زياده، بشيل واي واحط اي اي اس، هي فلايز قبلين، هو بيقود طائره، بيقود ايه؟ طائره. يبقى الفعل انتهى بواي قبله حرف ساكن احول. طب يا مستر لو واي قبل حرف متحرك ما حولش، يعني دي كان اصلها بلاي ودي اصلها فلاي، هنا واي قبل ساكن حولت، واي قبل متحرك ايه ما حولش. ده بالنسبه للاثبات. طب تعال نشوف كده النفي، اي وي يو وزي هي وشي وات، عايز انفي المضارع البسيط، اي وي وزي بيجي معاها دونت والمصدر، don't مثلا بلاي. طب هي وشو ات doesn't والمصدر زي doesn't بلاي. يبقى تاني عايز انفي اقول I don't play، we don't play، you don't play، they don't play. طيب he doesn't play، طب she doesn't play، طب it doesn't play. يبقى I we و they او اي اسم جمع نفي بdon't والمصدر، he وشو ات او اي اسم مفرد نفيه ب doesn't والمصدر زي I don't have sisters ما عنديش اخوات، he doesn't play tennis هو مش بيلعب تنس. في بعض ظروف التكرار تستخدم في المضارع البسيط وممكن تستخدم برضه في الماضي، بس هي تستخدم في المضارع للتعبير عن التكرار زي always 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 دائما، usually 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 عادة، often 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 غالبا، وممكن تتنطق often، sometimes 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 احيانا، never 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 ابدا، و always عكسها never، always بعملها على طول، never مش بعملها خالص. page 188 صفحة 188، وقاعدة تانية بسيطة must و mustn't، must يجب ان و mustn't لا يجب ان، و must او mustn't بيجراها الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر بدون اضافات. usage الاستخدام، we use must نستخدم must to talk about something عشان نتكلم عن شيء، that we have to do حاجة لازم نفعلها. we use mustn't بنستخدم mustn't للتحريم بمعنى لا يجب. we use mustn't when we aren't allowed بنستخدم mustn't عندما لا يكون مسموح لنا to do something لفعل شيء. هنا في الإثبات قول must والمصدر، الفعل must والمصدر أو الفعل mustn't والمصدر، ده في النفي. I must do my English homework لازم أعمل واجبي، يبقى ده لازم وإلا في عقاب.
طيب النفي we mustn't talk in the library أو التحريم لا يجب أن نتحدث في المكتبة. ونحل مع بعض اختيارات على القواعد. My friend not in نويبع. صديقي بيعيش في نويبع. صديقي دي بتساوي هي أو شي، يبقى اسم مفرد تبقى ليفز. في زيادة منى doesn't not school by bus. doesn't بيجوا لها المصدر يبقى doesn't go. علي and عمر دول جمع وبيساووا زي هم، يبقى don't play مع زي don't play football مش بيلعبوا كرة قدم in the park. نهال must، must بيجوا لها المصدر. must tidy لازم ترتب up the kitchen المطبخ. you انت you not make a lot of noise in the hospital يبقى you mustn't ممنوع تعمل دوشة في المستشفى. she is ill هي مريضة. she must يبقى see the doctor لازم تشوف الطبيب. you mustn't لا يجب أن skip lessons تفوت الدروس أو تفوت الحصص. you mustn't skip lessons. page 189 صفحة 189 they not go to school early they must لازم يروح المدرسة بدري. you must not your sister you must help يجب أن تساعد أختك. Sarah not forget her book يبقى Sarah mustn't لا يجب أن تنسى سارة كتابها. يبقى نشوف المعنى ونحل. we not the bus to Cairo every morning يبقى we catch ده مضارع بسيط مع I و they بدون إضافات. إحنا بنلحق الأتوبيس اللي رايح القاهرة صباحا أو كل يوم الصبح. we not forget our books at school we mustn't لا يجب أن ننسى كتبنا في المدرسة. we not games every weekend we play games بنلعب ألعاب كل عطلة نهاية الأسبوع. you mustn't هتبقى eat لا يجب أن تأكل in the class في الفصل. mustn't بيجوها المصدر. نهى not help her sick brother يبقى must يجب على نهى أن تساعد أخيها المريض. Mrs. سهى doesn't teach مش هتعلم لنا us English أو مش هتدرس لنا English. السؤال الثاني أكمل النص. أمير is a vet أمير طبيب بيطري يبقى he look لا he looks he وشو إتبعت الفعل إس بصح الصياغة. هو looks after بيعتني بي elephants الأفيال. he must make sure لازم يتأكد they are happy هم سعداء and healthy وأصحاء. he must prepare لازم يجهز their food طعمهم. he must مش mustn't. he must give them لازم يديهم fresh water to drink مية عذبة يشربوها. he must give برضه بيجوها المصدر لازم يديهم them a bath زي دش كده أو حمام. he must برضه يجب يجب even clean their teeth ينظف أسنانهم. page 190 صفحة 190 listen and write T true or F false. هنحل تدريبات عامة على الدرس الثاني. السؤال الأول استمع واكتب T لو الجملة صح or F لو الجملة خطأ. نسمع ونحل. Everything in the natural world is connected. is connected. This connection between living and non-living things is an ecosystem. is an ecosystem. Ecosystems can be small like a rock pool or they can be very big or they can be very big like the Amazon rainforest. سمعنا وحلينا بس تعال نتأكد كده من إجابتنا. كل شيء في العالم الطبيعي ليس متصل فولس طبعا لا ده متصل. العلاقة بين الكائنات الحية والغير حية تسمى نظام بيئي اه صح. الأنظمة البيئية ممكن تبقى صغيرة زي الروك بول طبعا صح. السؤال التاني اختياري. we not forget our books at school we mustn't لا يجب أن ننسى كتبنا في المدرسة. أو ان means all the animals plants rocks كل الحيوانات والنباتات والصخور في مكان واحد يبقى ايه يبقى الايكو سيستم اللي هو النظام البيئي كل الحيوانات والصخور والنباتات في مكان واحد. fish and not are living things اكيد crabs. Mrs. Soha doesn't بيجوها المصدر teach us English مش بتدرس لنا اللغة الإنجليزية. السؤال الثالث read and match A with B اقرأ وصل A with B. non-living is الأشياء الغير حية is something that isn't alive يعني حاجة ليست على قيد الحياة. Noah catches Noah بتركب the bus الأتوبيس every morning كل يوم الصبح. the rock ball is a small area of water
is a small area of water. We mustn't walk on the grass. يعني لا يجب أن نمشي على إيه؟ العشب، عشان ما نبوظهوش. السؤال الرابع، قطع عليها مجموعة من الأسئلة. نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. Everything in the natural world is connected. كل شيء في العالم الطبيعي متصل. This connection، هذه العلاقة، between living and non-living things، بين الكائنات الحية والغير حية، is called، تسمى an ecosystem، نظام بيئي. Ecosystems can be small، ممكن يبقى صغير، like a rock ball، زي ايه الروك بول، or they can be very big، او ممكن يبقى كبير جدا، like the Amazon rainforest، زي غابات الامازون. The living things، الكائنات الحية، in a rock ball are fish، crabs and seaweed. The non-living things are rocks، الكائنات الغير حية هي الصخور، water، sand and sunlight، والماء والرمل وضوء الشمس. All these things، كل هذه الأشياء، work together، تعمل معا، to make an ecosystem، عشان تعمل نظام بيئي. There are lots of different ecosystems on earth، يوجد الكثير من الأنظمة البيئية على الأرض. السؤال الأول، choose the correct answer، أسئلة الاختيار على القطعة. The main idea of the text is about، هنا بيقول لي الفكرة الرئيسية للنص عن إيه؟ هل living things، الكائنات الحية، ولا sports، الألعاب الرياضية، ولا ecosystems؟ لا، ecosystems طبعا، الأنظمة البيئية. نقط are non-living things، الكائنات الغير حية، طبعا rocks، الصخور. هنا بيقول لي what is an ecosystem، ايه هو النظام البيئي؟ النظام البيئي ممكن اقول the connection العلاقة between living and non-living things، العلاقة بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية. Give two examples of living things from the text. ادي مثالين من الكائنات الحية من النص. يعني دور من النص على حاجتين، ممكن احط فريش، احط فيش، سمك، and crabs، وسلطعون البحر، دي كائنات حية بحرية طبعا. رتب trees and، نكتب كده مع بعض، trees and animals are living things، الأشجار والحيوانات كائنات حية. علي mustn't، لا يجب أن، forget، أن ينسى، his hat، قبعته، she sells، هي بتبيع، her flowers، زهرة، at the market، في السوق، she must، يجب أن، tidy up، أن ترتب، the kitchen، المطبخ. السؤال الثالث، بانكتويت، ecosystem can be big or small، هنا الاي كابيتال، ودي جملة، يبقى في النهاية فول ستوب. السؤال السابع، جايب لي ايميل، اكتب ايميل من 40 كلمة لصديقك عمر، يبقى ده اسم المرسل اليه، عمر. about ecosystems، ده الموضوع، الأنظمة البيئة. اسمك حسن، ده اسم الراسل. Your email address، عنوان بريدك hasan@gmail.com، ده عنوان الراسل. Your friend's email address، عنوان ايميل صديقك عمر@gmail.com، ده عنوان المرسل إليه. ناخد بس الفكرة، هنا بيقول لي from to subject، من مين؟ من عنوان الراسل، من اللي هيبعت؟ هتبقى حسن، وزي ما هو مكتوب اكتبه small، اكتبه capital، اكتبه في ارقام، اكتبه hasan@gmail.com، مغيرش منه حاجة. طيب تو الى عمر@gmail.com، تو عنوان المرسل ايه، subject الموضوع ecosystems، الانظمة البيئية. هقول له هاي اهلا، هتبعته لمين؟ هاي عمر، هاو ار يو، كيف حالك؟
I will tell you, أنا سوف أخبرك about ecosystems عن الأنظمة البيئية. ثم كمل الموضوع نفس القطعة اللي خدناها في الامتحان. الموضوع أكلم إن كل عالم، كل شيء في العالم الطبيعي متصل. الإيكو سيستمز ممكن تبقى سمول صغيرة وممكن تبقى كبيرة، والكائنات الحية والغير حية. أكتب الموضوع ثم أني بلوتس أوف لاف، ثم اسم الراسل اللي هو إيه؟ اسم الراسل حسن. كده يبقى خلصنا الدرس الثاني، الوحدة الخامسة، منهج كونكت 5، الصف الخامس الابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.